تمام أستاذ طارق، هل هناك محافظات بالصعيد على رأس أولويات التنمية أم أن خطة الدولة تشمل جميع المحافظات؟ خطة الدولة فعلا تشمل جميع المحافظات بدءا من الفيوم إلى أسوان، وده لأن حضرتك كلنا عارفين إن محافظات الصعيد أهملت لفترات طويلة جدا. حضرتك هل تعلمي يا فندم إن في 2014 كان عندنا بعض المحافظات نسبة التغطية في القرى فيها كانت 3% و7% وباقي القرى ما فيهاش صرف صحي. عشان كده كان في توجه من فخامة الرئيس للحكومة، توجيه من فخامة الرئيس للحكومة بالاهتمام بمحافظات الوجه القبلي بدءا من الفيوم حتى أسوان. لو لاحظنا حتى حضرتك في مبادرة حياة كريمة ان المحافظات اللي موجودة في محافظات الوجه البحري دول هتلاقي حضرتك عدد المراكز اللي موجودة فيها ما بين مركزين او ثلاثة او مركز واحد. في محافظات الصعيد حضرتك عندنا بعض المحافظات فيها مركزين، بعض المحافظات فيها 6 مراكز و7 مراكز. فالأولوية كانت في مبادرة الحياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات الوجه القبلي.